وللوقوف على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف من قطاع غزة رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية الأستاذ ياسر أبو هين. أستاذ ياسر، مرحبا بكم. غارات لطيران الاحتلال على عدة مواقع في غزة، يقابله رد من المقاومة بقصف عسقلان وأجدود وعدد من بؤر الاحتلال. كيف يمكن أن تتطور الأوضاع خلال الساعات القادمة؟ ما هو المنتظر أستاذ ياسر؟ يعني هي الأحداث في تطور لحظي، لحظة بلحظة وساعة بساعة. نعم. وتكاد لا تمر الساعة إلا وهناك تطور، إما في المواقف السياسية والعسكرية أو في الفعل وفي الميدان. ربما قبل ساعة من الآن أعلنت كتاب القسام عن توجيه الضربة الأكبر في تاريخ الصراع الفلسطيني إلى تل أبيب، حينما قصفتها برشقات صاروخية متتالية، يعني عددها حوالي 130 صاروخ. ومنذ تلك اللحظة حتى الآن وعملية القصف على تل أبيب وغيرها من المدن الصهيونية ومستوطنات وكيبوتسات الغلاف لا تتوقف. وهناك أيضا يعني تصعيد في الموقف العسكري والسياسي من حركة حماس، عبر عنه قبل قليل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في كلمة متلفزة وجهها للشعب الفلسطيني والأمة العربية بالقول أننا سنبقى على يعني تبقى المقاومة حاضرة في الميدان، سترد على كل اعتداءات الاحتلال وعمليات القصف والقتل وهدم الأبراج المدنية والسكنية، وستبقى المقاومة تدافع عن شعبها طالما أراد الاحتلال ذلك. في المقابل هناك أيضا تصعيد صهيوني بتكثيف القصف على المنازل والتجمعات السكنية. كان هناك قبل ساعات أو مع ساعات مغرب هذا اليوم تدمير لبرج سكني مكون من حوالي 15 طابقا، وهو برج هنادي، تدميرا كاملا وكليا. قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومعه بيني جينتس ورئيس المخابرات ووزير ورئيس هيئة الأركان. كان تأكيد من نتنياهو وقيادة الأركان الأمنية الإسرائيلية أن 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 الاحتلال سيستمر في توجيه الضربات إلى قطاع غزة وإلى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية تحديدا. زعم هؤلاء في هذا المؤتمر أنهم وجهوا ضربات ل 500 هدف تابع لحركة حماس والجهاد الإسلامي، في حين أن على أرض الواقع أن الغالبية العظمى من الشهداء الذين ارتقوا من أمس حتى هذا اليوم غالبيتهم من الأطفال والمدنيين والنساء، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل والمنشآت المدنية والسكان. إجمالا هذا يؤشر على أننا ذاهبون إلى ربما استمرار في جولة التصعيد الحالية ورفع في وتيرة الخطاب السياسي والإعلامي ورفع في وتيرة أو مستوى الفعل العسكري في بعد نية الاحتلال أو إعلان نية تصعيد هجماته ضد المدنيين وضد قطاع غزة، وتأكيد المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتاب القسام أنها لن تدخر جهدا في الدفاع عن المواطنين والمدنيين والدفاع عن قطاع غزة وصد هجمات واعتداءات وملاحقات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وحي الشيخ جراح. أستاذ ياسر، دائما يعني ما تزعم أو يزعم الكيان الصهيوني المحتل بأنه يعني ربما حمى نفسه فيما يعرف ويسمى بالقبة الحديدية، لكن هل فشلت هذه القبة في التصدي لصواريخ المقاومة؟ بالمشاهد التي شاهدناها قبل قليل عبر شاشات التلفزة وكانت تأتينا عبر البث المباشر من تل أبيب وحيفا وضواحي وما بين تلك المدينتين من ضواحي ومدن أخرى، هناك تأكيد لا يدع يعني مجالا للشك أن هذه القبة عبارة عن أكبر كذبة كذبتها على نفسها إسرائيل وزعمت أنها ستوفر الأمن لمواطنيها بين قوسين.
قبل قليل كنت أتابع في كثير من التحليلات لخبراء ومحللين سياسيين وإعلاميين صهاينة، كان شعارهم الأوحد أن تل أبيب تحترق، والعملية التي أطلقها جيش الاحتلال أمس وسماها حارس الجدران واضح أنها هي بحاجة إلى من يحرسها، لأن هذه الحراسة أو هذه العملية لم تستطع حتى اللحظة توفير الحد الأدنى من إجراءات الأمن لمدن كانت تعتقد إسرائيل أنها بعيدة عن أو في حماية من نيران وصواريخ المقاومة. أن يسقط على تل أبيب أو أن يضرب على تل أبيب في لحظة واحدة وبإعلان مباشر ووضيح وواضح في لحظة معينة من المقاومة ومن كتاب القسام، أكثر من 130 صاروخ تستطيع أن تستطيع المقاومة أن توصل هذه الصواريخ بمجملها إلى قلب تل أبيب وغيرها من المدن المحيطة بها، هذا معناه أن القبة الحديدية يعني لم تنجح في رغم المليارات التي أنفقت عليها وتنفق عليها حتى اللحظة، لم تستطع أن توقف صواريخ ربما محلية الصنع يعني لا تكلف شيء على صعيد الثمن، لكنها تستطيع أن تزرع الرعب والدمار والخراب في شوارع تل أبيب والقدس وحيفا وعسقلان التي تحولت إلى كتلة نار بفعل صواريخ كتائب القسام وصواريخ المقاومة الفلسطينية، مع الفارق الكبير في الإمكانيات لدى المقاومة الفلسطينية التي لا تمتلك ربما يعني ذرة مما تمتلكه إسرائيل من الترسانة العسكرية والسلاح المدجج، إلا أن المقاومة الفلسطينية بثباتها بصمودها بالتفاف الشارع الفلسطيني حولها تستطيع أن توجع الاحتلال وتضربه في مقتل. ربما يعني يجب أن أشير إلى حالة البهجة والفرح والتكبير والتهليل والسرور التي رأيناها قبل قليل في شوارع وأزقة وحوالي قطاع غزة حينما خرجت رشقة كتائب القسام على تل أبيب. في المقابل كانت تصلنا مشاهد وفيديوهات من مناطق في القدس، في القصة الغربية، في نابلس، في رام الله، في من المعتكفين المحاصرين الآن وهم يقمعون الآن من قوات الاحتلال وقوات القمع في ساحات وباحات المسجد الأقصى، تصل عبارات ومشاهد الفرح والدعم والمؤازرة للمقاومة الفلسطينية التي وعدت أهل الشيخ جراح ووعدت المقدسيين بأنهم لن يتركوا تحت آلة القتل والتعذيب الإسرائيلية لوحدهم، وأوفت بوعدها أمس حينما حددت كتائب القسام وعلى الملأ جهارا نهارا لحظة بدء المعركة وبدء الانتقام لعذابات وآلام أهلنا في القدس وفي الشيخ جراح. بدأت المعركة الساعة 6:00، وكانت الغلبة على مستوى التكتيك السياسي والإعلامي والعسكري أيضا للمقاومة الفلسطينية. من قطاع غزة، رئيس تحرير وكالة صفا الإخبارية ياسر أبوهين، شكرا جزيلا لكم.